وبركاته. موقف حقيقي حصل هو ان انا كنت شفت مجله معماريه خاصه بالشرق الاوسط، فكان في لقاء مع معماري عظيم جدا وكبير جدا، وعمالين بقى يصف العبقريه بتاعته والابداعات بتاعته. فانا بصيت للمقاله وللتصميمات وبصيت للحاجات ديت وقلت ايه الهبل اللي معمول دوت. ده كان رايي يعني، لسه بقى ما فيش خبرة عملية، وبصيت كده يعني حسيت ان هو في هبل وعبط في القصة. فكنت شغال مع مهندس معماري عالمي ومشهور وواحد من الناس اللي بعتز بيهم، فبقول له رأيك في التصميم دوت. فبص كده ده وراح قال لي ده حمار. فبقول له نعم، انا يعني عمري ما سمعت منه كلمة زي دي، يعني الراجل محترم جدا. فبيقول لي بص انا مش بختابه، انا كنت قاعد معاه في اجتماع وفي وسط الناس كلها وقلت له ان انت حمار وما تفهمش حاجه في العماره وما تفهمش حاجه خالص. ليه؟ الفكره ان هو اجنبي فالناس مبهوره بيه، ما بتناقش الفكره بتاعته. ايه ده واحد اجنبي اللي عامل؟ طب خلاص يبقى 100 100، ما بنناقش هل هو الاجنبي ده بيفهم ولا ما بيفهمش، ولا تصميمه صح ولا غلط، ولا ناقش الفكره بغض النظر عن اللي عامل الموضوع. لا، ما دام هو راجل بيتكلم انجليزي لبلب يبقى خلاص. كان ليا واحد صاحبي مصري وكان سافر اوروبا وخد الجنسيه وجه هنا، فكنت اول نصيحه ليه البس بدله، ما تلبس حاجه كلاسيك او حاجه عاديه، واجر عربيه فخمه، واوعى تتكلم عربي. اياك تتكلم عربي لما تقابل حد من بتوع الخليج، اوعى تتكلم عربي. الناس بتنبهر لما دياك بتبرطم بالانجليزي وبتقول كلام بالانجليزي، فتبقى انت راجل زي الفل وبتفهم، محدش هيناقشك في التصميم ولا هيناقشك في الفلوس. مش معقول واحد يكون بيتكلم اجنبي وهيناقش فلوس، انما لو عربي لا تعالى بقى انفصل بقى. ف يعني بغض النظر عن الهندسه والعماره وكل حاجه، يعني بالفطره بتقدر تنتقد الحاجة. يعني أنا كان عندي 10 سنين وكنت بمشي في المرج، وكان بيعجبني جدا جدا بيت عمله حسن فتحي، يعتبر أول بيت عمله بالرؤية بتاعته وبالأفكار بتاعته، اللي هو بيت حامد سعيد، مشهور جدا. رغم أن محدش قال لي أن البيت ده مشهور أو أن حد بناه أو أن ده شخص مميز، ورغم أن البيت موجود في وسط بيوت كتيرة جدا معمولة بالطوب الني، وفي وسط بيوت كتيرة جدا معمولة بالطوب الأحمر، وهو بس كان سبحان الله كده تعدي تحس كده ان في فنان عمل الحاجه دي، ان في ابداع في 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 المبنى دوت، ان المبنى نفسه بينطق بعبقرية صاحبه. فهو فبناش بقى مع المهندس اللي انا كنت شغال معاه تصميمات الراجل الاجنبي دوت، فقال لي هو الراجل ده ما بيعملش غير تصميم واحد، بيجيب ورقه ويروح برمى على هيئه قرطاس ويروح متفق مع اي حد عربي يكتب بيت شعر يمدح بيه الامير او الملك او الراجل السري اللي هيشتري التصميم دوت، وخلاص على كده التصميم خلص. تمام، هو بيحط حاجه كده اللي هو البيت الشعر دوت، وكان دي المبنى ده يعني نزل وحي مخصوص للراجل دوت، فيشتريه بمبلغ رهيب جدا. ولان احنا عندنا عاده الانبهار بالخواجه، وعندنا لا حاول تنتقد الحاجه او تبص الحاجه بغض النظر عن مين اللي عاملها. يعني حتى في السياسه مثلا، واحد من الحزب بتاعك عمل غلطه، طب تخيل ان الراجل اللي في الحزب اللي قصادك عمل نفس الغلطه، هتعديها ولا مش هتعديها؟ تمام، لا ده يعني تخيل نفس الموقف حصل، يعني فلان مثلا انت بتحبه عمل حاجه، تمام، طب لو واحد تاني عملها هتعديها وتقول لا عادي منطقيه، ولا هتقول لا ده ازاي ده مفروض ومش مفروض؟ فلما بتغير الاطراف هتبدا بقى تحس بالموضوع ده وتبدا تعمل. على سبيل المثال مثلا، كان واحد بيقول لي حمدين صباح، انا ما بحبش حمدين صباح او كده، بس بغض النظر يعني ده مش عارف في فرح هو بيرقص. قلت له يا عم ايه يا عم، حاجه عاديه فرح بيرقص، ايه المشكله؟ هو ميت مراس ده راح عشان بنته معموله في قضيه وبتاع. قلت له ما دام لسه في قضيه بقى ما نقدرش نتكلم عنها، وموضوع يعني ما ينفعش تتكلم فيه ما دام لسه ما فيش حكم، ده مناقشه. ومنطقي وطبيعي ان اي واحد بنته في موقف زي دوت او من زي دوت هيروح من المحامي ويحاول يخرجه ويعمل اي حاجه يعملها، دي حاجه عاديه كلها طبيعيه بغض النظر عن رؤيتي للشخص دوت مع او ضد، بس دي حاجه يعني بغض النظر الموقف لا تتغير، او الاراء في في الحاجه لا تتغير بتغير الاشخاص. ما تبررش لصاحبك اللي في حزبك وتقعد تنتقد الاحزاب التانية لو عملت نفس الحاجه. وشكرا.